نتكلم في الكميات. انا كاتب الكميات دلوقتي قدامي، في حاجات انت مش حاططها ليه؟ يعني في يعني ال60,000 ده ما بيتحسبوش عندك؟ لا صحيح ما بيتحسبوش يا دكتور. يعني ده انت قلت توشكا وشر وعينات وسينا وسيوا هيكلة. طيب فين بقى كومومبو؟ فين هو؟ ما انا ما سيادتك قلت ان في مشروعات اللي هي زي كومومبو. طب انا بس عايز اقول معلش عشان قبل ما تسيب ده، لان انت في الارقام اللي ذكرتها في التكلفه بتاعه الاستصلاح انت بتقول الفدان بيكلف 250,000 وانت بتتكلم في 4 مليون فدان، يعني كام؟ تريليون؟ يعني تريليون جنيه. طب انت كاتبهم ليه قليل كده؟ صحيح انا بكلمك بجد. لا. طب يعني ارجع كده معلش، يعني انت النهارده هنشيل ال200 وهنشيل الواحد، 2 و1 3.5 صح مش كده؟ دول فقط هنا. طب في اللاهون وفي بني سوف والمنيا مش كده؟ وفي كومومبو وواحد واحد من خلينا مصر. خلينا يعني انت بتتكلم في 4 مليون فدان. صح. انا بقول الكلام ده لينا ليه؟ لا لا، ما هو معالي الوزير عارف كويس قوي حاجته بصراحه يعني، بس هو يمكن بيتكلم على ان هو اللي هيدخل حيز الانتاج خلال العام الزراعي ده هو اللي عايز يتكلم عليه. انا بقول كلام مظبوط؟ مظبوط. لكن احنا بنتكلم على مش بس كده، على اللي احنا مخططينه خلال بالكتير سنة ونص سنتين. لما انت تتكلم على ان انت تضيف 4 مليون فدان في ارض ظروف مصر فيها، احنا ما عندناش غابات اسمه ده يعني مياه ممطره على مدار العام 8-9 اشهر فاي حته هنصلحها تزرع، لا زي ما انت ذكرت دلوقتي ان احنا عشان نعمل في توشكا المشروع الفرع الرابعه ديت انت بتقول حائط صخري مش كده؟ السبعة كيلو دول سبعة كيلو وفضلوا موقفين المشروع ال20 سنة اللي فاتوا مش كده يا دكتور؟ طيب فانت ليه ما تقولش تريليون جنيه؟ وبالمناسبة احنا ما بنقولش حاجة ابدا مش صادقة، بس فانت الرقم اللي قلته في الاول انا اتخضيت قلت مش عايز يقول الفلوس ليه؟ لا هو انا اسمح لي سيادتك ان انا زي ما سيادتك قلت دلوقتي احنا بنتكلم على الاستصلاح، احنا عندنا منطقه اخرى فيها 600,000 فدان اللي هي الموجوده دي، وعندنا 1.1 مليون مستقبل مصر بيشتغل فيهم في طريق الواحات الداخله وشارق العوينات، وعندنا حوالي اكثر من 250,000 فدان في كومومبو. انا ما حطيتش بالمناسبه الهيكله بتاعت 1.5 مليون فدان في الشغلانه، لان انا اعتبرت ان القطاع اللي بيقوم بيهم هو القطاع الخاص يا دكتور، وبالتالي استثماراته هو اللي بيدفع. لكن انا بتكلم على ان الدوله بتعمل ده دلوقتي، وبنتكلم على ارقام ضخمه جدا جدا قد تصل للتريليون جنيه. صح. ولو انت النهارده جبت الافلام بتاعت شقة ترع والمصارف او شقة ترع ومحطات المعالجه بتاعت الميه ومحطات الرفع اللي بتتعمل وحطيتها جنب بعضها هنا، انت هتبقى في العرض بتاعك ده حته تانية خالص. شكرا. حته تانية خالص. اسمع، عارف انا بقول لك كده ليه؟ لان احنا بنقول للناس ثقوا في انفسكم مش فينا، وبنقول للناس في امل ومش احنا اصحاب الامل، انتوا اصحاب الامل، فبنقول لهم ده اللي اتعمل في خلال بالمناسبه ده خلال الاربع سنين الاخرين بالكتير، مش من اول ما بدانا. صح. مش كده؟ فطب احنا بنقول للناس ان احنا بنتكلم في 4 مليون فدان خلال هنقول 4 سنين، ممكن؟ طبعا ممكن. وانا كنت دايما اقول لزمايلنا وبقول لكم وبقول لدوله الرئيس ان مشكلتنا في ان احنا يعني عمليه تسويق القدرات ديت اللي الدولة بتقوم بيها، ومش عشان تقول ان انتوا يعني وزير الزراعة بيشتغل كويس او الحكومة بتشتغل كويس، لا عشان نقول للناس اللي موجودة في مصر، لا بص هو النهاردة 4 مليون دول يشغلوا قد ايه؟
يعني غير يشغلوا كمان ده، احنا افترضنا ان كل فدان بياخد ثلاثة او فردين. لا خلي واحد بس. ولا لا اثنين او واحد، يعني اثنين يجيب له 8 مليون. 8 مليون اسرة. اه. انا بس طب وزارة النهاردة القطاع بتاع التعليم في كليات الزراعة تطلع ايه هنا بقى عشان الناس كلها تبقى جاهزة تشتغل، وحتى المدارس الزراعية مش عايز اقطع بس انا اتخضيت لما لقيت الرقم اللي بتقوله، يعني انت بتتكلم في تريليون جنيه، 1000 مليار.